هذه الشيلة إهداء إلى أم خالد من أبنائها وبناتها نسل سليمان. استديو زفات فرح للطلب والاستفسار يرجى الاتصال على 05-660-795-14 زفات وشيلة خبر كل واحد يهلا شيخ وكل فعل يزهل. أمي أمي يا أرض من الجنان قوم برضاك ننعم بالأمان يا أم خالد يا نبع من الحنان دايم لك ضيوف متهلا بيتك وزاهيم بين السطور واضح وشامخ من ذا العصور كل من نظر أهله فهيدور يذكر الله عليه ويشكر الله الله يا العذارى توقا وركدا ارفع انبات تحايا واضربا من يمر عليك نزهما كل صف عليهم زلزلا يا حواتي يا بختي وسندي يا لصيلات عزي واسعدي من يماري يفال السرمدي يقعد وحسرته من الله الله اقبلي يا نادية والعبي واحرقيهم بعينك وفردي افرديهم يا نادية وصوبي كل قلب صوي بتهمله لك يا هدى نظمت من القصيد بنت شيخ على الملعب تزيد كل عقد انت قلدها فريد بالحسن نادرة ومتمله الله الله طلتك للملا يا مها تنطر بكل عين شايفة كنري من عليهم ضايفة بلبها فارقة ومدلحلة خلود بالحلا درة بحر كل من شافها ما تنقهر راح عمره عليه من الخطر والمعاني عليهم الله اللهم خالد بالزين مهجعة كل قلب عليل توجعة شامخه والبيوت مرابعة بس انا عوال امور مسهلة كل حسادها عنها تحي استديو زفات فرح كامل احبال للطلب والاستفسار يرجى الاتصال 05-660-795-14 زفات وشلات تفيدهم على غزم خاصة ما تقدم للملا ما خبر كل واحد يجهلا شيخ وكل فعل يزهلا أمي أمي يا أرض من الجنان قوم برضاك ننعم بالأمان يا أم خالد يا نبع من الحنان دايم لك ضيوف متهلا بيتك وزاهيم بين السطور واضح وشامخ من ذا العصور كل من نظر أهله فهيدور يذكر الله عليه ويشكر الله الله يا العذارى توقا وركدا ارفع انبات تحايا واضربا من يمر عليك نزهما كل صف عليهم زلزلا يا خواتي يا بختي وسندي يا لصيلات عزي واسعدي من يماري يفال السرمدي يقعد وحسرته من الله الله اقبلي يا نادية والعبي واحرقيهم بعينك وفردي افرديهم يا نادية وصوبي كل قلب صوي بتهمله لك يا هدى نظمت من القصيد بنت شيخ على الملعب تزيد كل عقد انت قلدها فريد بالحسن نادرة ومتمله الله الله طلتك للملا يا مها تنطر بكل عين شايفة كنري من عليهم ضايفة بلبها فارقة ومدلحلة خلود بالحلا درة بحر كل من شافها ما تنقهر راح عمره عليه من الخطر والمعاني عليهم الله اللهم خالد بالزين مهجعة كل قلب عليل توجعة شامخه والبيوت مرابعة بس انا عوال امور مسهلة كل حسادها عنها تحي تنفيذ جميع الأغاني الخاصة كامل أحبال وصوف اللي تدير كل عقل خفيف تعقله